قلق اجتماعي ومحاذر اجتماعيه، يقول خلاص احنا وقعنا وتوفي دماغي نتبرع، ما نبغى نطلع نقول، يعني كانه سر، كانه عيب الموضوع. ليش هذه المشكله لا زالت موجوده؟ والله هو سؤال محير الحقيقه. المشكله موجوده بالفعل، وهذه المشكله بالنسبه لنا احيانا يجي الاب او الام ولي الامر ويقول ان انا متبرع ولكن ما ابغى احد من اهلي يعرف، لانه يعني ما احتاج ان احد يعرف، هذا شيء لوجه الله تعالى. لكن هم عندهم اسبابهم الداخليه، ربما يكون تبرعه على استحياء، ربما يخاف ان يجي له ملومه من احد من الاخوان او الاخوات او كذا، وبالتالي يبدا ان هو يدخل في صراع. ونحن نحترم هذا طالما ان احنا بناخذ من الشخص المؤهل لاعطاء التبرع. طيب. نتمنى انه الانسان يفتخر وان يقول انا متبرع. طيب في ناس يسالوني دكتور، يقول لك لا احنا نبغى ندخل في برنامج التبرع ذا، ناس ودهم يتبرعون، ايش الطريق، وين يروحون؟ الان صارت مع برامج التحول، احدى هذه البرامج من اهمها موضوع بطاقه التبرع. فممكن ما يحتاج انه يروح مستشفى، ممكن عن طريق النت يدخل على saudidonor.com ويتبرع من خلال هذا البرنامج. جميل. وايضا هناك ماكينات منتشرة على مستوى المملكة. طيب. وما هيكون معروف مكانها، ممكن انه يطبع. بس اجراءاتكم طويلة، سعود عانى معكم، اجراءاتكم طويلة شوي، اجراءات المتبرعين احياء. ايه. طيب هتحلونها هذه او لا؟ هذه انا اطالب من خلال هذا البرنامج الحقيقة ان يكون في كل مستشفى زارع تكون لجنة محددة لمثل هؤلاء المتبرعين. طيب. الاحياء، للاهتمام بهم وانهاء اجراءاتهم سريعا، لان اجراءاتهم تاخذ وقت طويلة جدا.